المنهاج الفلسطيني الذي تم رصده من خلال اللجنة الوطنية بعد عام من العمل، وما هي أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك؟ ما النتائج وتداعيات التي توصلت إليها هذه اللجنة بعد عام من العمل؟ وعلى عاتق من تقع المسؤولية في ذلك؟ ما المقترحات والآليات التي من الممكن اتخاذها لبناء نظام تعليمي يحاكي تطلعات الشباب الفلسطيني ضمن ثورات العالم التكنولوجية والمعرفية؟ ويمكننا أن ننتقل من التعليم البنكي إلى التعليم الحواري. هذه المعلومات وأكثر مشاهدينا الكرام نناقشها مع ضيوفي لهذا اليوم، الناشط الشبابي رامي عمار، أهلا بك، والناشطة الشبابية ليالي البدوي، أهلا بكم. مشاهدينا الكرام، وأيضا حول مساهماتكم الهاتفية يمكنكم الاتصال عبر رقم الهاتف لهذه الحلقة، ولكن بعد 20 دقيقة من الآن. إذن ضيوفي الكرام، لو تحدثنا بداية عن واقع المنهاج الفلسطيني وهو نظام بنكي، ما هو واقع منهاجنا الفلسطيني ليالي؟ المنهج الفلسطيني الموجود عندنا حاليا في المدارس هو عبارة عن نظام بنكي، أو خلينا نحكي تعليم بنكي، كأنه الطالب عبارة عن وعاء بدخلوا فيه المعلومات، وقت ما يجي الامتحان بفضوها بطلع خالص. نعم. فإحنا كتير كتير سيء نظام التعليم عندنا بفلسطين. نتمنى أنه يكون نظام حواري أو نظام تفاعلي أكثر من هيك، تكون بيئة دراسية أحسن من هيك. لو ما نيجي نحكي عن نظام التعليم، أول إشي نيجي نحكي عن المنهج نفسه بنكي، نيجي نحكي عن البيئة الدراسية، بيئة غير مناسبة أو غير ملائمة للطالب ولا الوسائل التكنولوجية السائدة حاليا في العالم. نيجي نحكي عن المعلمون أو المعلمين بشكل عام، ظروفهم التعليمية غير يعني سيئة جدا، غير نعم. جيدة. بدنا نحكي كمان عن النظام التعليمي ككل، أو كتواصل أولياء الأمور مع الطلاب مع المدارس، برضو سيء جدا. فبنحكي عن وضع تعليمي سيء. طيب لو نحكي مثلا عن تعريف النظام البنكي، يعني نعرف المشاهدين ما هو التعليم البنكي. بدي أحكي أنا بلغة الشارع النظام بنكي، لما نعم. نيجي نحكي بنك، إنه مثلا أنت بتيجي بتحطي بحسابك مصاري بالبنك، بتيجي بتسحبيهم، بصير فيه مصاري إنه هي موجود حاليا، بتيجي تسحبيهم منه بصير زيرو، خلص بصفر. نفس الشيء التعليم عندنا هيك، انه يعني بنحكي عن تلقين، عن حفظ، يعني بيعتمدوا على الطالب انهم يحفظوا المعلومه، وقت الامتحان خلص بخلص منها بنساها. نعم. طبعا اذا بنحكي عن البيئه المدرسيه نفسها، يعني هي ما بتساعد الطلاب على التعلم اكثر من المعلمين رامي؟ اكيد. من اولى المشكلات والمشكلات الاساسيه اللي بتواجه التعليم عندنا بفلسطين البيئة المدرسية. البيئة المدرسية فيها محورين أساسيات فيهم مشاكل. المحور الأول إنه ضيق المساحة المدرسية، ضيق المساحة الدراسية. يعني بنلاقي غرفة الصف فيها من 40 ل 50 طالب. صحيح. في غرفة صغيرة. فمش رح توصل المعلومة لكل الطلاب بطريقة صحيحة، ومش رح يأخذ كل طالب من هاي الطلاب حقه. بالإضافة لأنه مشكلات بواجهها الكادر التعليمي في ضبط الغرفة الصفية. نعم. يعني ما عندنا 40 أو 50 طالب، صعب إنه يضبط التشويش ويضبط النظام ويوصل المعلومة ويخلق جو تفاعلي في هذا الصف، خاصة إنه الحصة 40 دقيقة. عنده بس 40 دقيقة بده يكون بكل هاي الأمور فيها. ومن ناحية أخرى في عنا برضو تقصير ونقص في المدارس، إنه ما فيش غير مجهزة مختبرات وتكنولوجيا وتقنيا لمواكبة التطور الحالي. رح نحكي عن الجانب التقني والتعليم للطالب، بس رح نحكي كمان عن أسلوب الامتحان. يعني ليالي، امتحان هو فعلا أداء لحتى يقيم الطالب ويحدد مصيره في أي جامعة ممكن أنه يدخلها أو تخصصه؟ أنا اللي بدي أحكي إنه الامتحان أنا ما بعتبره إنه أداة تقويم وأداة قياس لمستوى الطالب. نعم. هلا لو نيجي نحكي عن الامتحانات بشكل عام، إنه ممكن الطالب يكون صار عندنا موجود حاليا، أو الوضع الموجود عندنا حاليا الواقع، إنه الطالب بدرس بس عشان الامتحان. يعني إنه مش بدرس عشان هو بده يفهم هاي المعلومة أو تدخل راسه، أو إنه هو بده يستوعبها، أو ممكن إنه يبدع بعد ما يعرف هاي المعلومة. لا، هو صار يدرس بس عشان الامتحان، عشان يزبط بالامتحان. فأنا ما بعتبره أداة قياس سليمة، وأنا ما مع إنه موجود. يعني هو موجود حاليا أصلا، إحنا عندنا
يعني أداة التقويم الوحيدة اللي عنا أداة القياس هي الامتحانات بالمدارس. نعم صحيح. أنا ضد فكرة الامتحانات أصلاً. الكل ضد الامتحان يعني إذا تروح مع أي طالب رح يحكي لك إنه ضد الامتحان. صحيح. وبعد الامتحان كمان يعني بدرس الطالب بجهز حاله لفترة الامتحان. لو جيت تسأليه بعد الامتحان عن المعلومات اللي درسها وامتحن فيها حتلاقيه ناسي 70% من المعلومات اللي درسها في الامتحان وقدم فيها. هو درس عشان يأخذ العلامة. بس لأنه يعني تخزين مؤقت لفترة مؤقتة بس علشان يقدم امتحان فيه يأخذ علامة وخلص جاهزين بعديها ما استفاد إشي من اللي درسه. نعم. طب لما نحكي عن الكادر التعليمي وما رح أفصل الإداري. التعليمي والإداري كيف ممكن إنه إحنا الخطوات ممكن نتبعها لنبلوره ليتلائم مع الطالب نفسه خاصة إنه في عنا فروقات بين كل طالب وطالب يعني مش كلهم بيستوعبوا نفس المدة. كيف ممكن إنه نجهز الكادر التعليمي والإداري لهذا الموضوع؟ لا أنا ممكن أحكي لك إنه ممكن إنه يتلقى الكادر التعليمي أو الكادر التعليمي والإداري لأنه هلأ كتير معلمين كتير بيملوا عليهم وظائف إدارية ويعملوها وبلقوا على عاتقهم دون ما يكون في عندهم الصلاحيات هاي أصلا. فلو بدنا نحكي عن تدريبات داخلية وخارجية للمعلمين مثلا إنهم يعملوها أو يتلقوها مش حتكون مجدية كمان بالمستوى المطلوب بظل وجود بيئة دراسية غير مناسبة وغير مواتية للنظام التعليمي اللي إحنا بنطمح إله. فنحكي ممكن إنهم يتدربوا ممكن إنه يتدرب المعلم على الأقل إنه يراعي الفروقات نسمع كتير يعني ليالي إنه معلم كنا بنسمعها في المدرسة مثلا المعلم غايب لأنه عنده دورة معينة للمنهج نفسه. هل فعلا هاي الدورات تعطي جدواها يعني على أسلوب المعلم في أنه يلقن المعلومة؟ ما في بالجودة المطلوبة نهائيا. يعني إحنا بنشوف أنه بتلقوا تعليمات بس صارت أنه زي استراتيجية خربانة يعني أنه بس أنه في دورة بده ياخدها حتى أنه بتلاقي أنه المعلم نفسه أو المعلمين في عندهم إحباط احباط شديد من الدورات دورة انه بكون مستاء اصلا انه عنده دورة. نعم. لانه مش حاب يعني مش باخد اشي جديد يعني كلياته نفس الاشي بلت وبعجب نفس الحكي ما في نظام جديد ما في آلية تعامل تاني مع الطلاب اسلوب معين. اذا رامي اذا بنحكي عن المعلم المعلم هو بدرس اكيد في جامعة رياضيات وطنية او جغرافيا تاريخ ولكن اسلوبه في ايصاله لهي المعلومة بيحكي لك الطالب مثلا المعلم شاطر بس اسلوبه في توصيل المعلومة غلط كيف ممكن انه احنا نتجاوز هاي النقطة؟ حلو. إيه انا بالنسبة لي بشوف اكبر مشكلة عنا انه الامتحانات اللي بنقدمها للتربية يعني امتحان التربية هذا بقيس قدرة الاستاذ هذا على الحفظ. الاستاذ بدرس مواد بحفظهم بروح بيقدم فيهم شو حفظ بهذه المواد بس بينما انا بلزمنيش حفظ الاستاذ بتلزمنيش ذاكرة الاستاذ ما بلزمني اقيس ذاكرته وحفظه بلزمني اقيس اداؤه للاستاذ في غرفة الصف. لما بده يقدم حصة في غرفة الصف بده يكون عنده منهاج يدرس عنه ويدرسه فبلزمنيش حفظه ذاكرته. المفروض انه انا اقيم اداء الاستاذ بدل ما اقيم ذاكرته. نعم. يعني اضيف مواد تعليميه في التعليم العالي وفي الجامعات انه تساعد أسلوب. الاستاذ تساعد الاستاذ انه تدريبيا ويكون يعني الجانب العملي يراعي الجانب العملي مزبوط. اكثر من الجانب النظري. نعم. وبرضه اقيس اداء الاستاذ اقيم اداء الاستاذ اكثر ما اني اقيم ذاكرته. نعم. اذا ننتقل لنقطه جديده ليالي هو انه انتقالنا من نظام معين الى نظام جديد في التعليم هل في الامر السهل او الهين علينا كانه 14 سنه او 15 سنه واحنا عم ندرس نفس المنهاج فكيف تكون خطورتنا لما بننتقل لنظام جديد؟ هلا ممكن لو اجي احكي عن القرار سهل بسرعه الحكومه بتقرر وبصير في الكلام سهل بس هلا لما تيجي تحكي عن بدك تنتقلي من نظام بنكي لنظام تفاعلي او لنظام تعليم ثاني حواري اكيد مش بالامر الهين. نعم. يعني بده على الاقل فتره انتقاليه خلينا نحكي كل شيء في فتره انتقاليه لازم يكون في فتره انتقاليه على الاقل 3 سنوات الوزاره او اللجنه حددتها بسنتين 2016 بنكون جاهزين هم حطوها ل 2019 وصلوها حطوا من 2015 ل 2019 نعم. بس هي مش حتكون جاهزه اصلا خلال سنتين ممكن بشكل تدريجي انه نتحول تلقائيا مثلا نحكي طلاب الثانويه او التوجيهي انهم يحتسبوا لهم خلال مع نهايه هاي السنه 50 او خلينا نحكي 70% من علامه المدرسه 30% من علامه التوجيهي الامتحان السنه الجايه ممكن 50% 50% هيك والسنه اللي بعدها يعتبروا انه ما في توجيهي امتحانات انه كلاته من المدرسه او علامات المدرسه فانه الامر نفسه بيكون مش سهل اولا لو بدك تيجي تحكي عن الاسباب انه لا مش سهل او مش هين نعم خطوره بدي احكي لك انه مثلا بدها موازنه بدها نعم. موازنه اكيد بدها موازنه صحيح. يعني هذا بتحكي عن منهاج ثاني بدك يعني في ناس بدهم يعدوا منهاج ثاني نعم طيب مؤلفين طبعه جاهزه اكاديميين بده موازنه هو اكيد في موازنه بالحكومه بس اكيد مش لدرجه انها تعيد هيكليه نظام كامل تعليمي
ممكن تحكي عن التدخل الإسرائيلي بالمنهاج اللي حتحطه؟ نعم، رح ننتقل لهي النقطة ليالي، بس خليني أحكي مع رامي عن التمويل. أكيد إحنا بنعتمد في أغلب مشاريعنا على تمويل من الدول المانحة، هل بتلاحظ أو بتعتبر إنه الدول المانحة إلها شروط على منهاجنا الفلسطيني؟ بالنسبة لل إحنا بنعرف إنه الميزانية تبعت وزارة التربية والتعليم جزء لا يتجزأ من ميزانية السلطة الفلسطينية. نعم. وإحنا كدولة محتلة يعني أكيد حيكون أغلب القطاعات مدعومة من دول مانحة. ما بنقدر إحنا نملي شروطنا على هذه الدول المانحة، بس أكيد حتكون شروط رقابية علشان متابعة المرحلة التعليمية وتغييرها. نعم، بس الرقابة يعني من الدول المانحة أو شيء راح تتدخل في طبيعة المنهاج الفلسطيني، هل لهم الحق أو إنه ممكن إننا نطلع من التمويل المشروط؟ شو بدائله لو بدنا نطلع من التمويل المشروط؟ حاليا إحنا كدولة محتلة صعب إنه نلاقي بدائل للتمويل المشروط هذا، بس يعني حتكون الشروط هذه كدور رقابي بشكل غالبي، بس مش حتتعدى دور الرقابة. نعم، ليالي بدي اطلع من الدول المانحة ونيجي لإسرائيل. إسرائيل أعطت شروطها أو ربما ألغت بعض المناهج الفلسطيني في القدس وفي أراضي 48، تدخلت أيضا في منهجنا الفلسطيني من خلال مادة التربية الوطنية. كيف ممكن أنه هالتأثير يعني يأثر بشكل كتير كبير على الأجيال الجاي؟ هلا أنا بدي أحكي أنه وضعنا حاليا أو وضع فلسطين حاليا، نعم، اختلف عما قبل. يعني هلا بدك تيجي تحكي انه اسرائيل لا تتدخل، لا ما بحق لاسرائيل تتدخل. او كيف ممكن تتدخل؟ انها مثلا بدها ترفع عنها شكوى، علينا شكوى. طب مثلا احنا عضو باليونسكو، هم عضو اليونسكو، اذا احنا بدنا نحكي بدها تشك علينا، طب هم منهاجم كلات وقتلوا وحرق ودبح الفلسطينيين وشيء زي هيك، احنا بدنا نعترض كمان، احنا زيك زي يعني زينا زيها لاسرائيل. طب بس ربما يعني عندنا اتفاقيات موقعه بين الجانبين، احنا موقعين على اتفاقيات دولية، الاتفاقيات الدولية بتكون اشمل واوسع من ما انك تحكي انه اسرائيل تيجي تتدخل بالمنهاج الفلسطيني. فانا بدي احكي انه ممكن يكون في تدخل او ضغط، ما بدي احكي تدخل، بدي احكي في ضغط من اسرائيل على وضعي المنهاج الفلسطيني، بس مش حيكون اذا كان في عندهم ارادة وكانوا بدهم يعملوا منهاج بدهم اياه، على الاقل يكتبوا التاريخ الفلسطيني ويعلموا لطلابنا. موجود. ماشي ليالي. رامي، كيف ممكن انه احنا يعني ننقلب على النقطة اللي حكتها ليالي انه اسرائيل في بتتدخل في منهاجنا الفلسطيني، كيف ممكن انه احنا نلتف حول القرار ونخلي اجيالنا الجاي انه إلها علاقة بتاريخ الفلسطيني خاصة الوضع السياسي؟ ايه، اول اشي انه تدخل اسرائيل كتير واضح في المنهاج الفلسطيني عنا، واضح جدا جلي في مادة التربية الوطنية، انه لاحظنا انها انحذفت وتغيرت وتعدلت اكثر من مرة. وبرضه موجودة في مادة التربية الإسلامية، تم حذف كثير من آيات اللي بتحث على الجهاد والنضال وكل الأمور الإسلامية هذه. نعم، مدام تم حذف، كيف ممكن إنه ننقلب على هاي إحنا النقطة؟ ممكن إنه نتعدى هاي النقطة ونتحايل عليها وننقلب عليها بإنه مثلا الكادر التعليمي لازم يكون عنده دراية كبيرة في الأمور التاريخية حتى لو تم حذفها من المنهاج. انتو ما في رقيب عليك انك تلقيها شفويا وتلقيها للطلاب وتلقنهم اياها وتفهمهم اياها شفويا. فيعني لو انحذفت من المنهاج او انحذف منهاجها او دخلت اسرائيل فيه، نعم، يكون الكادر التعليمي عنده قدره انه يوصل المعلومات اللي تم حذفها للطلاب للاجيال اللي جايه. نعم، من خلال متابعتكم لما صدر عن اللجنه الوطنيه لمتابعه المسيره التعليميه، اقرت بعض النتائج وتداعيات من خلال مراقبتها على المنهاج الفلسطيني خلال عام. لو نحكي عن نتائجها اللي توصلت اليها هاي اللجنه، ما اهم النتائج وصلت اليها؟ طبعا بعد ما اعدوا التقرير طلعوا بانه الوضع الدراسي كتير سيء، النظام. نعم. من اي ناحيه سيء؟ النظام الدراسي لا جيوهم. النظام الدراسي هو نظام بنكي يعتمد على الحفظ والتلقين، المعلمين او الكوادر التعليميه بتعاني من ظروف سيئه، البيئه الدراسيه غير مواتيه للطلاب ولا ظروف الطلاب الحالية. حكوا كمان عن رياض الأطفال، حكوا عن النظام، حكوا عن النظام التعليمي بشكل كامل، حكوا إنه في سلبيات كتير، إنه لازم ينتقلوا للنظام الحواري اللي ممكن يعزز قدرات الطلاب. وممكن حكوا كمان إنه القدرات أو النظام الموجود حاليا ما بيراعي الفروقات الفردية بين طالب وآخر. حكوا كمان عن انهم لازم يتجهوا للنظام الحواري عشان يوصلوا للمستوى المطلوب
لقدرات الطلاب الموجودة حاليا أو فيما نتوقعه بالمستقبل لهم، فحكوا أنهم لازم يغيروا هذا النظام. نعم. طب رامي، مدى نجاعة النظام الحواري؟ دائما بنحكي أنه لازم إحنا ننتقل لنظام حواري تفاعل، شو مدى نجاعته أو تأثيره الإيجابي على الطلاب؟ إحنا تعودنا طول حياتنا أنه نظام التعليم عندنا نظام بنكي، بتعامل مع الطالب كأنه الطالب مستند، بتم إدخال بيانات لإله، بضلنا أدخل فيها البيانات وأكدسها بس علشان أستعرضها لما أحتاجها. بينما لما أنا حول النظام هذا لنظام حواري، براعي الفروقات الفردية، بخلق جيل فعال تفاعلي محاور، بنمي القدرات الفردية لكل فرد، بصير عندنا بخلق جيل يعني مؤثر في المجتمع، له تأثيره الخاص، له يعني كثير مزايا جيدة تمت معالجتها من الأجيال السابقة. ليالي بدنا نحكي عن نقطة إنه مجتمعنا مجتمع كلياته متلقي ومجلدات ناسخة وهاي الأمور. طب إحنا دائما بنطالب الجهات العليا بدنا ننتقل لمجتمع تقني، بدنا ننتقل لمجتمع تفاعلي، طب قدموا لنا حلول. لو بدنا نحكي مثلا عن كيف بدنا ننتقل من هاي النقطة لنقطة إنه إحنا مجتمع تقني ومعرفي، ما هي الخطوات اللي بدي أحكي لك إياها؟ إنه إحنا بنحكي عن النظام التعليمي. هلا النظام التعليمي أو الدراسة بالمدارس تعتبر هي عبارة عن ثلاث مراحل. في عندك المرحلة الأساسية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. المرحلة الأساسية لازم المفروض إنهم يعني يأخذ كل المواد الأساسية، الطالب يتعلم كل الأساسيات الموجودة بالمدارس وكل المواد، وإشي طبيعي هذا الإشي. هلأ لما تنتقلي على المرحلة الإعدادية، هون لازم يكون الشغل الإعدادية إنه يعدوا الطالب لإنه يشوف إيش تخصص إيش التخصص اللي بده إياه أو اللي حابب إنه يدرسه فيما بعد في أول في المرحلة الثانوية. هلأ بالمرحلة الإعدادية ممكن إنه يدرس الطالب المواد كلها، بس إنه يتركز تدريسه على الإشي اللي هو حابه. نعم. بس أنا عم أحكي عن المرحلة الثانوية اللي بدي أوصل لك إياه. المرحلة الثانوية سموها ثانوية إنه ثانوية دور الأستاذ أو المعلم. يعني إنه الطالب هو لازم يكون قادر على إنه يكون هو الركن الأساسي في التعليم، هو اللي له الدور الأساسي، الأستاذ هو اللي حيكون دور المرشد أو الميسر فقط لا غير. فأنت لما تيجي تزرع هاي السياسة كلها من أول لتوصلي توجيهي، فأنت هيك رح تدخل الدور التقني ودور التفاعل بين الطلاب والأساتذة من بدايتها. أما أنك تيجي تحكي لا بدنا نمسك الشباب الكبار وبنبلش فيهم ما فيش توجيهي، لا، أنت هيك بدك تعملي مصيبة أصلا، كارثة كبيرة. فأنت لازم يعيدوا كل ترتيب كامل للنظام الدراسي كله كامل. نعم. طيب رامي، يعني إنه نحكي عن النسخ الرقمية التفاعلية الموجودة في أغلب دول العالم، كيف إنه ممكن إنه نستثمرها عنا بمدارسنا، خاصة إنه الأطفال صارت يعني أغلب وقتها على الجانب التقني؟ أكيد. بالنسبة للنسخ الرقمية بتنمي الجانب التفاعلي للطالب أكثر. يعني بدل ما الطالب إنه يتلقن المادة كقالب بس، مطلوب منه إنه يحفظ هذا القالب كما هو فقط. نعم. بس إنه يشوفه كتلقين، بيكون بشوف بيتناول هذا الموضوع بطريقة حيوية أكثر، بطريقة تفاعلية أكثر. يعني بدل ما يحفظ إنه الطالب والله عملية التمثيل البناء الضوئي بدها شمس ومياه وثاني أكسيد الكربون، لا، بشوف كيف عملية البناء الضوئي كيف بطريقة تفاعلية أكثر تدخل وبترسخ في ذهن الطالب بصورة أكبر وأكثر، وبفهمها وممكن إنه يستفيدها في المستقبل وتضلها راسخة في ذهنه. نعم. ليالي، لو بدنا نحكي بالنقطة اللي أشار إلها رامي، إنه النسخ الرقمية التفاعلية اللي ما تكون موجودة على الكمبيوتر، خاصة إنه أطفالنا اليوم يعني ما شاء الله في أجهزة التقنية والتكنولوجيا، هل المدارس حاليا قادرة إنها توفر هيك أمور أو ميزانية الدولة؟ هلا أنا بديش أجي ميزانية الدولة، ميزانية الدولة في للدولة ميزانية، بس أنا بدي أحكي ولكن ما نحملها أكبر من طاقتها. يعني بس إحنا نحكي إنه في فساد أصلا، يعني احكي موضوع ثاني ليالي الفساد. المدارس الحكوميه اوكي، في مدارس خاصه موجوده. نعم. وباخذوا برم الله، انا بدي احكي هون برم الله، باخذوا مبالغ محترمه كثير من الطلاب. بامكانهم انهم يوفروا لهم مختبرات، وبامكانهم انهم يوفروا لهم اجهزه، وبامكانهم يوفروا لهم كل شيء، بس القضيه بتتمحور مش على انه في فلوس، بتتمحور القضيه على انه في فساد، بدهاش هم يدرسوا، بدهم مش يطلع ناس بفهموا. لما تيجي تحكي عن الفلوس او ما نحكي عن الميزانيه، في اكثر من دول الخليج معهم فلوس، ليه ما فيش عندهم مختبرات؟ ليش ما فيش عندهم مشاغل؟ ليش ما فيش عندهم إشي تقني؟ لأن بدهم مش يطلع حد بيفهم.
القصة باختصار ما بدي أنا أظني أدخل بالميزانية وبالموازنة، أنا بدي أحكي ليش ندخل في موضوع الفساد ليالي. آه بس إنه برضو يعني الموضوع إنه أوكي ممكن بإمكان الحكومة إنها توفر طبعا من خلال توفير بيئة كاملة دراسية كاملة تكون قادرة استضان هاي الموضوع مناسبة للنظام اللي نحكي عنه. إذا اللجنة اللي منحكي عنها أو منحكي في ضوء دراستها وتوصياتها اعتمدت في 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 تقريرها على 4 نماذج من العالم، هي كوريا واليابان فنلندا وسنغافورة. هل البيئة الفلسطينية قادرة أنها تحتضن هاي النماذج، يعني اللي تعتبر هي مراكز الأولى في التعليم؟ ما عندك رأي منبلش؟ حلو، بس احنا مش مطلوب منا انه ناخذ هذه النماذج كقالب وننفذه عنا زي ما هو، لا احنا درسنا هذه النماذج وشفنا ايش افضل الطرق اللي ممكن انه نطوعها بما يتلائم مع بيئة التعليمية الفلسطينية. اخذنا انه افضل الطرق افضل النتائج اللي ممكن انه نستخدمها عنا بصورة تتلائم مع البيئة الفلسطينية مع بيئة التعليم عنا. خصائص البيئة الفلسطينية اللي نحكي نتلائم معها يعني. لا مش انه مثلا كل بيئة كل بيئة إلها عاداتها إلها تقاليدها إلها أشياء صعب إنها تتلائم مع البيئات الثانية. يعني مثلا إحنا أكيد مش نفس عادات وتقاليد سنغافورة ولا نفس عادات وتقاليد كوريا، وأكيد مش نفس نظام التعليم عندهم ومش نفس الأساليب. فإحنا أخذنا بس أساليبهم، أخذنا الأشياء اللي ممكن النقاط اللي ممكن نستفيد منها ونطوعها لنظام التعليم عندنا. نعم. مش بدناش نأخذ قالب جاهز ونطبقه لعنا، فأكيد تدريجياً ممكن إنه يتطوع. نعم، ليالي بذات النقطة، يعني إذا بتحبي تضيفي أي معلومة. أنا بدي أحكي عن البيئة. ممكن ممكن لو نيجي نحكي عن بدنا بيئة مواتية، إنه نحكي إنه بإمكان المتخصصين أو واضعين المناهج الفلسطينية إنهم يضيفوا مادة آي تي للمرحلة الابتدائية، بما إنه طالب مرحلة ابتدائية بيكون عمره 6 سنوات أو 7 سنوات بيفهم أكثر من واحد درس من 75 آي تي مثلاً بالكمبيوتر. فممكن إنهم يضيفوا مادة الآي تي، يعني إنه إشي مش حيكلفهم الكتير عشان الموازنة برضه. بس إنه ممكن إذا ضافوها الآي تي هاي يعلموهم الأساليب الصح، إنهم يعني لما يدخلوا على النت أو يستخدموا الكمبيوتر يستخدموه بالشكل الأفضل بدل ما إنهم يستخدموه بأساليب تانية للطلاب الصغار. نعم. مشاهدينا يمكنكم يعني من الآن يعني مشاركتنا عبر الهاتف اللي بيظهر أسفل الشاشة لإثراء هذه الحلقة بمعلوماتكم أو استفساراتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. إذا لو نحكي حتى ننتقل الآن إلى التعليم المهني والتقني، شوفوا كتير غائب عن منهجنا الفلسطيني، ومدارسنا أو مناهجنا الفلسطيني ما بتتحدث غير عن الجانب الأكاديمي، دكتور ومهندس وهاي الأمور. كيف ممكن إنه إحنا نخليه حاضر في منهجنا الحالي رامي؟ احنا بنواجه مشكلة كبيرة للتعليم المهني والتقني. كل الناس بتنظر للتعليم التقني والمهني بنظرة دونية دون المجتمع. بتلاقي اغلب الناس كل الناس بده يصير انا مهندس ودكتور. صار الواحد اذا بده يدهن بيته يلاقي دكتور او مهندس يدهنه البيت اسهل ما يلاقي دهان. صار الكل ينظر للمهني نظرة دونية. فانا بنظري انه ممكن انه ندمج قطاع المدارس المهنيه، عندنا مدارس مهنيه كفايه وبصوره جيده كتير احنا بس مهمشه كليا تقريبا، بس اللي بيدخلوها هم الناس المتسربين علميا او الفاشلين يعتبروا علميا، يعني ما بتزبطش معاه في التعليم، بتزبطش معاه لا الفرع العلمي ولا الفرع الادبي، بروح بدخل على المدارس المهنيه. فانه لو دمجنا هذه المدارس المهنيه في قطاع التعليم العادي انه ممكن يصير زي ما في فرع علمي وفي فرع ادبي، لازم يكون في عنا فرع مهني، فبلتغى تهميشه وبصير انه بتفعل بصوره جيده وبتصير نظره المجتمع له بصوره احسن. يعني في طلاب وفي اشخاص بتلقي انه عنده هوايات مهنيه وعنده اولويات وعنده اهتمامات مهنيه اكثر من الجانب العلمي واكثر من الجانب النظري. نعم. بس صعب انه يروح يلتزم فيها لانه نظره المجتمع لها دون. نعم. رح انهي معك رامي ومع ليال في نظره المجتمع. يعني بالاول لازم المجتمع يغير نظرته للدهان او البلط مع احترام لكل التخصصات. يعني بنلاقي في الجامعات في ضغوط كثير كبيره على مثلا اداره الاعمال وعلى تخصصات معينه، وتم اغلاق بعض التخصصات مثل الفيزياء. بالمقابل ما وجود عندنا احنا التعليم المهني عفوا والتقني موجود عندنا. بدي احكي لك بس شغله في بايطاليا لما بدهم يقدموا مثلا هون لمنح لايطاليا، لما بيطلع على معدل التوجيهي احذر لايش اكثر، مش للطب ولا للهندسه، ما بهمهم الاشي الصناعي. اي اشي صناعي بدهم معدل فوق 90 لانه هو الاشي المهم عندهم.
الإشي المهم أكتر هو الجانب الصناعي وفي إبداع أكتر. أما تيجي تحكي بدي طب أو بدي هندسة أو بصر شو ما بتروح على المعدلات العالية أو الواو عكس عنا هون. نعم. هم فاهمين الدنيا صح. رح أرجع لك ليالي في هالنقطة بس خلينا نأخذ اتصال هاتفي. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا هلا. كيفك؟ تمام يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبتي. أنا بس عاوزة أشارك مشاركة بسيطة في الموضوع المطروح للنقاش. تفضلي. أنا شايف الموضوع المطروح للنقاش موضوع حلو وكبير. موضوع مناهج. نعم. موضوع مناهج. المناهج درسها المعلمين وضعوها وزارة التربية والتعليم وضعوها مخططية الناس في أعلى الدرجات العلمية. نعم. فياريت لما بنناقش موضوع التعليم التقني والتعليم المبرمج والتعليم المحوسب وأي نوع من أنواع التعليم إنه يكون عندنا ذوي الاختصاص فعلا اللي وضعوا الأسس العلمية الصحيحة في المنهاج. صح إحنا عندنا منهاج فلسطيني ومنهاج فلسطيني معدل. نعم. أنا معلمة وبدرس المنهاج الفلسطيني والمنهاج الفلسطيني منهاج رائع للتدريس باستثناء طبعا المواد الوطنية والمدنية والتدخل اللي حادث فيها. نعم. لكن لو احنا جينا نفتخر في منهاج وضعوا اكاديميين فلسطينيين فاحنا عندنا افضل منهاج فلسطيني على مستوى الشرق الاوسط. اذا انا درست بالسعودية درست بالاردن وبدرس بالفلسطين طلعت على مناهج في دول كتير. احنا عندنا منهاج رائع في التأسيس عندنا منهاج رائع في تقديم الخبرات لطلابنا تعليم تقني. عندنا احنا اصلا في تذكرة من جامعة تقنية. نعم. تعليم محوسب عندنا احنا اليوم في التربية والتعليم مشكورة التعليم المبرمج التعليم المحوسب والتعليم بالصف النشط. فياريت انه يكون عندنا دور اختصاص يحكوا في موضوع المناهج وتغيير المناهج. اذا بس اسمحي لي بما انك معلمة يعني اذا لماذا هذه يعني كل الهجم الكبير انه نغير المنهاج الفلسطيني ومن من 2000 هم كتبوا انه هي طبعة تجريبية. ليش في حملات كتير كبيرة بما انه المنهاج الفلسطيني طبعة تجريبية كانت لسنة استخدامها. نعم. في السنة الاولى درسنا الكتاب كان طبعة تجريبية لكن الكتاب بعد كل فترة التربية والتعليم بتعمل تحسين لمرحلة معينة من أول لرابع. نعم. من أول لتاسع. فإحنا عندنا كتب في المرحلة الأساسية كتب نهائية ما عليها تعديل ولم يتم عليها تعديل لأنه لو إحنا قرأنا بالفهرس وفي بداية الكتاب الواضعين الكتاب أنا بضرب لهم سلام وتحية لأنه إحنا قدرنا في وطننا تحت ظروف الاحتلال. نعم. نطلع بمنهاج فلسطيني. يكفيني شرف اني انا بدرس بمنهاج فلسطيني. نعم. يكفيني احنا درسنا المنهاج الاردني سنوات في مدارسنا. فالان كل الاحترام لكل مدرس فلسطيني بدرس المنهاج الفلسطيني. منهاج بحاجه لتعديل بحاجه لتعديل بسيط بحاجه عدم التدخل الخارجي بسبب الدول المانحه والمبالغ في مواضيع الوطنيه والمدنيه. في اهل اختصاص هم بيعرفوا. نعم. في مسميات هي مغلوطة بتوضع في الكتب. احنا كمعلمين في الميدان بنعدل المسميات لأن دوري أنا أبني جيل وأسس صح وأبني طرق صحيحة. لذلك احنا كمعلمين في الميدان احنا بنغير كل المسمى في المادة المدنية والوطنية ما بتناسب مع وطنيتنا الفلسطينية ما بتناسب مع التراث الفلسطيني وما بتناسب في الأساس مع الدين. نعم. لو يعني بدي أستفيد من وجودك معنا إذا نحكي عن المعلمين نفسهم يعني هل عندهم دراية كافية بالمواضيع السياسية أو بالحقبة التاريخية اللي إحنا بنعتز فيها كقضية فلسطينية؟ ألو؟ يبدو إنه الاتصال انقطع مع المدرس. بمؤهل جامعي غير إنه مؤهل بمؤهل جامعي ودارس المواد وهو في جامعة. ناخذ خير مثال القدس المفتوحة. نعم. لما بتأهل فيها الطالب في المواد التربوية فهو ماخذ قضية فلسطينية وتاريخ القدس يعني مطلع والثقافة الإسلامية يعني هو معلم مطلع. اليوم التربية والتعليم بتطور المعلم كل يوم عندنا بالتربية والتعليم دورات. نعم. كل يوم بتقدم ما هو جديد. انت زوري مديرية التربية والتعليم قسم الإرشاد قسم التعليم العام شوف التطور العلمي اللي بدهم يوصلوا له مع الطلاب التطور التكنولوجي. نعم. اللي مندخله احنا يوم يوم على طلابنا.
خليني احكي لك بس شغله، انه اوكي هو عندهم المعلومات، ولكن هل عنده الاسلوب لتوصيل المعلومه للطالب؟ لو ما عندهم اسلوب ما صرتي انت وصرتي صحفيه وزميلك وزميلتك. انا علموني معلمين اشاوس في التعليم. نعم. ما باجي اقول عن معلمين، معلمين ما عنده اسلوب. معلم احنا بنحكي عن البعض وما بنحكي بصفه العموم. لا تحكي مع عن شواذ. اليوم التربيه والتعليم لما تعين المعلم نعم. بتعينه بناء على اختبارات، ما بتعين المعلم طريقه عشوائيه. نعم. اليوم المعلم قبل ما يتعين معلم هو مارر على اختبارات شفوية واختبارات مكتوبة، حصل على أعلى درجات العلمية، فهو تأهل إنه يكون معلم. عندنا معلمين في المدارس كل الاحترام، نضرب لهم التحية والسلام. نعم أكيد. لأنه بنوا أجيال. نعم. لكن المعلم بعيد عن المنهج بتعرض لضغوط نفسية، بتعرض لضغوط نفسية. لكن نعم. بالتالي هو الوضع العام اللي بنعيشه كفلسطينيين. نعم نعم. شكرا لك على مداخلتك، يعني اثرتينا ببعض المعلومات. رح نرجع لضيوفي بالحلقه، يعني حكت عن المعلمين وكانه احنا الحلقه عم نهاجم المعلمين والمعلمات. لا طبعا كل التحيه للمعلمين والمعلمات، ولكن نحكي عن جانب معين من الكادر التعليمي. اكيد لو ما في شواذ او يعني بعض المعلمين خارجين شوي عن المنهاج الفلسطيني، ما كنا كانت هاي الحلقة موجودة، وأصلا ما كانت اللجنة الوطنية تم تأسيسها من عام لحتى تغير بعض التعديلات في المنهاج الفلسطيني. مشاهدينا معنا اتصال هاتفي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يا هلا، مين معنا؟ إن سمحت يعني تعليق على المنهاج يعني. طب نتعرف عليك. أفنان. أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا فيك. بحكي إنه يعني هو مش المنهاج بحد ذاته اللي يعني اللي نحكي عنه. السياسة اللي متبعة في المدارس أو في يعني أنا مستوى إني بعرف إنه في ناس تطلع من أول وثاني وثالث ورابع، تطلع يعني هاي أمية. نعم هذا الجانب اللي نحكي عنه. أكتب يعني. أيوة تفضلي. أيوة في يعني هنا الخطأ يعني. يعني خليه متلقي، خليه شو ما كان الطالب، بس انه يطلع امي. انا بتوقع احنا يعني في 2015 لازم يعني كنا نحلم انها يعني تصير في شيء امية في فلسطين. بعدين يعني التعليم الالزامي اللي بيحكوا فيه يعني. نعم. يعني انا بعرف طلاب انهم بيطلعوا من صف خامس من صف سادس يعني بيكونوا بالشوارع يعني. يعني وين حقوق الطفل، حقوق مش عارفه يعني. فيعني هو اكثر من سياسه لازم تتبع يعني على التعليم في فلسطين يعني. نعم شكرا لك على مداخلتك معنا. نرجع لضيوفي بالاستوديو، ما رايكم بما تحدث به المتداخلتان يعني؟ تفضلي. أنا ليالي. بدي أعلق على المداخلة الأولى، إنه حكت بدها نجيب ذوي اختصاص ونحكي معهم. نعم. بس بدي أوضح إنه هذا البرنامج اسمه تمكين الشباب في. أنا خصوصاً تركت هاي المعلومة لكم عشان تحكوها. فإنه إحنا بنعتمد على دور الشباب في التغيير. نعم. نظرة الشباب للأمور في المجتمع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. فلهيك إحنا بنناقش أي موضوع حسب ما شايفينه آراء الشباب، سواء كانوا بالجامعات أو خريجين جدد من الجامعات الفلسطينية. اللي بدي أحكي فيه كمان إنه المنهج الفلسطيني مش سيء بالنسبة للمناهج العربية. ما حكينا إنه سيء. كان تعليقها إنه هو أنتوا بتحكوا منهج سيء. إحنا ما حكينا منهج سيء. أكيد طبعا. حكينا عن نظام المنهج نفسه التدريسي التعليمي. إحنا بدنا إياه يكون حواري مش بنكي. حكينا كمان بدي أحكي كمان نقطة أنا مداخلة عندي. هي بتحكي لك إنه التربية الوطنية بنغير فيها وحسب ما بتجدد وإشي زي هيك. طب ما فيش عنا إشي. إحنا أوكي على راسي وعيني العرب ونضال العرب والمسلمين، بس أنا ما بشوف بالمناهج الفلسطينية إشي بتحدث عن القضية الفلسطينية، عن تاريخ القضية الفلسطينية، عن تضحيات فلسطينية. حسسوني إنه إحنا ما فيش عنا تضحيات. إحنا الفلسطينيين إحنا أساس إنه كل استنادنا للتاريخ ونهضة وحروب وانتصارات العرب والمسلمين. أوكي أحكي لك شغلة، لو في انتصارات العرب والمسلمين كان ليش إحنا هيك حالنا؟ انتصاراتنا يعني؟ أهم. طب لا إحنا ليش حالنا هيك إذا هالدرجة كل ليات وانتصارات العرب والمسلمين بيجيبوش إشي عن القضية الفلسطينية، عن 48، عن 67، عن أي إشي إنهم يعلموا الجيل الصاعد أو الجيل الطالع الناشئ الجديد
انه ايش قضيتك، ايش عملوا يعني اجدادك، ما في عندنا بالقضيه الفلسطينيه هذا الحكي. وبعض كله. يعني اغلب في روبرتاجات صحفيه صارت يعني بقنوات اعلاميه معينه كانت تسال سؤال الشارع الفلسطيني عن قرار التقسيم، عن وعد بلفور، البعض ما كان بيعرف، وهي الجيل الجديد يعني اكيد لازم نرسخ هاي القضيه الفلسطينيه ومفهوم نضالنا للجيل الجديد. رامي، اول شيء انا بدي اعقب على المشاركه الاولى. نعم. بتحكي انه نظام التعليم في فلسطين هو نظام كويس ومنيح، انه كل شيء في الدنيا بتقدم وبتطور، ما في شيء بيضل على حاله، حتى على مستوى التليفونات اللي اخترعوها، اول ما اخترعوا كان التليفون كبير بالحجم وصار يصغر، حتى صار هسه بنصف قبضه اليد. يعني السنه والسنه بيغيروا كل شيء، كل شيء حكومات بتغير تكتيكها وبتغير استراتيجياتها. نعم. فاحنا نظام التعليم احنا ما بنعيب على المناهج، لا بالعكس، كل احترام للكادر التعليمي وللمناهج للوضع المناهج، بس برضو انه احنا هسه صرنا في ثوره تكنولوجيه، لازم نضاهي هاي الثوره ونماشيها ونجاريها. فانه لازم نكون زينا زي باقي الامم، زي باقي المجتمعات. صحيح. يكون في عنا تقدم تكنولوجي، تقدم علمي، فلازم نطور نظام التعليم اللي عنا. نعم. بس هذا اذا بدنا نحكي عن الثوره، بما انه نحكي عن الثورات، هل نحتاج احنا لثوره تعليميه فيما يختص بالتوجيه مثلا؟ طبعا، يعني لما انت شوفي، انت هيك لما حكيت توجيه ارهاب الكل. لما كلمه توجيه عندنا مثلا، لما يكون في بالبيت او بالحاره في توجيه، تحسي ارهاب ارهاب. انه جو مش طبيعي، امن مستتب لازم يكون لازم يدرسوا، لازم ما حدش يزعجه، انه خلص تحديد مصير. طب في كتير، عن جد انا بدي احكي من الواقع، عن شو احنا شايفين. في كتير ناس بوصلوا الجامعات بكون معدلاتهم بالستينات وبيبدعوا، بكونوا متفوقين بالجامعات. هاي اكبر دليل. صحيح، في كتير بجيبوا 96 و97 و98 وبالجامعات بمشوش ولا بتخصص. ايش يعني هالتوجيه هذا؟ عن جد هو تحديد مصير ولا هي ضربة حظ يعني؟ وهيك موجود يعني، انت بتلاحظي انه بس تطلع علامات التوجيه العاب ناريه ورصاص، كانه خلص هو يعني هيك له التوجيه عندنا. لازم عن جد لازم يتغير هذا المفهوم التوجيهي. طبعا الهيبه ارهاب بكل معنى الكلمه، انه السنه اللي بكون فيها توجيه بالبيت خلص ممنوع تطلع، ممنوع تدخل، ممنوع ازعاج، ممنوع تروح، ممنوع تيجي، بدك تدرس. يعني عندنا الوضع تحديد مصير فعلا، هو تقدير مصير. عن جد بدنا ثوره، بدنا ثوره، بدنا ماشي. لما نحكي مثلا عن الثوره، بما انك تحكي عن ثوره وبدنا نغير نظام التوجيهي، البعض حكى عن الوحدات التعليميه. لما نحكي شو المقصود بالوحدات التعليميه ومدى تاثيره الايجابي او السلبي علينا، لو بدنا نبدله بموضوع التوجيه؟ هو الوحدات التعليميه بتلغي فيلم الرعب تبع التوجيهي. فيلم الرعب، نظام التوجيهي هو عباره عن فيلم رعب بعيش الطالب مده شهر قبل الامتحانات، بيستعد لهم اسبوعين في الامتحانات. بنسمع بعد الامتحانات اللي انتحر، اللي صار عنده صدمه نفسيه، اللي بنشوف اشياء، مشاكل مجتمعيه، مشاكل اجتماعيه غريبه بسبب بسبب فتره التوجيه اللي كلياتها عباره عن شهرين فعليا تقريبا. فانه احنا لازم، وما بتقيس، ما تعتبر مقياس للطالب، يعني ممكن طالب صار معاه حاله نفسيه ما قدرش يقدم امتحان، ممكن ما زبطش معاه، ممكن الطالب يميل مثلا لجانب بعيد عن ماده الاحياء. انا ما لي مثلا، انا بهتم في ماده تكنولوجيه. نعم. ليش اروح ادرس ماده الاحياء وتضلها عقبه قدامي وانا بهتم في التكنولوجيا وهي ما بتلزمني فعليا في سوق العمل او في اهتمامي انا؟ هذا هو اللي عالجه نظام الوحدات. نظام الوحدات هو نظام يتيح لكل طالب انه يختار التخصصات اللي هو بيهتم فيها، اللي بتراعي اهتماماته المستقبليه وبتراعي سوق العمل وبتراعي التعليم العالي اللي بيهتم فيه، قريبه الى نظام الجامعات، مكمله لها بتكون. يعني اللي بيهتم في النظام التكنولوجي او في الوسيله التكنولوجيه، مش ضروري تكون قدامه مثلا ماده احياء او ماده كيمياء تضل عقبه قدامه، ما بيقدر يجتاز للمرحلة اللي بعديها عبين ما يتخطى هذه المعضلة اللي قدامه. فهيك خلص من هذه المشكلة في نظام الوحدات. فبيختار التخصص أو المجال أو المسار اللي هو بيهتم فيه أو براعي احتياجاته واهتمامه. نعم. ليال، بتعتبري أنه نظام الوحدات التعليمية ممكن يكون بديل لنظام التوجيه المطبق حاليا عنا؟ أكيد، أنا برأيي برضو نفس ما حكى عمار، أنه أكيد نظام الوحدات بالعكس، انه مثلا الطالب بعرف هو شو حابب يدرس، بتوجه للتخصص اللي بده اياه قبل ما يوصل للجامعه. طبعا اصلا لما نوصل للجامعه نحكي عن الجامعه بكون لسه مصيبه. هلا نظام التعليم عندنا مش بس بالمدرسه، نظام الجامعه كمان. هلا انه حب شو بده يدرس، اتوجه بالمدرسه، بده يجي للجامعه، الجامعه ما في توافق بين التخصصات الموجوده وما بين فرص العمل بالسوق. فبترجع المشكله عندنا بالنظام التعليمي ككل، بكل المؤسسات،
يعني بنحكي عن وزارة التعليم عالي عمالها بتتخصص مش بس بالمدارس، بتحكي عن رياض الأطفال والمدارس والجامعة. أكيد. فإحنا بنطالب إنه في تخصصات صار في كتير أعداد منها، فإحنا لازم تتسكر بالجامعات. بنفس الوقت في تخصصات لازم تكون موجودة، أنا بحكي إنه لازم في مادة زراعة تكون بالمدرسة موجودة، لأنه أصلا من أجل الاحتلال لغى مادة الزراعة، لغى مادة الفلسفة، لغى مادة التربية الوطنية. فأنا يعني بدي حتى بعض الجامعات سكرت تخصص الفيزياء مثلا، لأنه صار في أعداد هائلة. أنتوا التخصص الفيزياء تسكر لتدخلات، بس اللي بدي احكي انه في كتير تخصصات بحاجتها لسوق العمل ومش موجوده عندنا دراسه فيها بالجامعه منها. فاحنا يعني بدنا نحكي عن تغيير نظام تعليمي كامل بمدارس وجامعات، رياض اطفال، كل اسلوب كل منهاج بده تغيير. نعم. طب كيف ممكن انه المنهاج الجديد يساعدنا لحتى نبني جيل قادر على القياده والرياده، مع انه هذا يعني بما انه جيل الشباب؟ رامي، لما احنا بننتقل من نظام التعليم البنكي اللي هو كلياته تلقين وتلقي لنظام تعليم تحاوري وحواري، هذا النظام بنمي القدرات التفاعليه لدى الطالب. بصير الطالب قادر على الحوار، قادر على النقد البناء، قادر على انه يغير في المجتمع، يحدث تغيير، يحدث بصمته في هذا المجتمع. فلما انا بجهز جيل كامل قادر على التغيير، قادر على احداث التغيير والبصمه الخاصه في هذا المجتمع، اكيد راح يطلع عندي جيل كامل من القاده والحواريين والناس اللي ممكن انها يعني تاثر في المجتمع ككل. نعم. ليالي، على من تقع المسؤوليه في هاي الامور يعني تحدثنا عنها خلال المحور هذا؟ اللي بدي احكي انه المسؤوليه بتوقع على الجميع، على جميع المؤسسات الوطن، على الاهالي، على المدرسين، على المؤسسات التعليميه، على المجتمع ككل. فانه بدي احكي مش على جهه معينه. نعم. لانه احنا بنحكي عن الهيئه العليا لمتابعه المسيره التعليميه، بدنا نحكي انه دورها تقريبا خلص هلا، يعني هي دورها هي ما بتقر اقرارات، وهي كل اللي عملته انها توصيات واقتراحات. نعم. فهلا بما انها هي قدمت اقتراحها وقدمت قرارها لمجلس الوزراء، هي انتهى دورها. هلا بيجي دور المؤسسات، بيجي دور المجتمع، بيجي دورنا احنا ككل نتعاون عشان نوصل لتطبيق هاي الاقتراحات بالشكل اللي بيناسب مجتمعنا وبناسب طلابنا بشكل تدريجي لنوصل للهدف المنشود. نعم. اذا ضيوفي الكرام وايضا مشاهدينا الاعزاء، حتى نسلط الضوء اكثر على موضوع حلقتنا لليوم، توجهنا للشارع واخذنا رايهم بسؤالنا لليوم: ما هو رايكم بالخطوات التي يتم العمل عليها لتغيير النظام التعليمي بفلسطين، وماذا ماذا تقترحون ان يكون؟ اذا نتابع. أنا بحب التغيير، عرفت كيف؟ وتاني شغلة لازم يكونوا مقتنعين بالتغيير، مش مثلا أنا بدي أعمل يعني غير منهاج بداية السنة، لازم يكونوا عاملين مثلا للأطفال يهيئوهم قبل بوقت، يعني قبل بسنة مثلا يهيئوهم، مش مرة واحدة يكتروا لهم المادة، يصعبوا لهم المادة، تكون على الأهل وعلى الأطفال وعلى الأولاد كلها تكون صعبة، فهذا مشكلة مثلا. أما التغيير في كل شيء في الدنيا حلو إذا كان بتماشى معنا إحنا ومع تفكيرنا ومع مخنا ومع المجتمع كله. موضوع كثير حساس وهام وشيق، واحنا بنحكي عنه من زمان كثير بس ما كان في تجاوب. انا مع تغيير المناهج القديمه هذه جدا جدا، اللي اصبحت مهترئه جدا، مع تغيير موضوع الدراسه اللي هي 12 سنه بتحدد مصير الشخص انه يروح على جامعه او مستقبله بعد عناء طويل من الدراسه، يعني سنه واحده تحسم امره مشكله كبيره. بوجه للتربيه والتعليم انه يغيروا المنهاج، يعني منهاج صف توجيهي يعني ولا بنفهم شيء منه. هسه جيبوا الاول على كل الصف، اذا بتجيب منهاج بيفهموا فيه، يعني الاول عندنا قبل بجوز سنتين كان عندنا 90 وشيء، هسه الاول عندنا بجوز 60 وانزل، يعني لازم نغير المنهاج. يعني ليش يعني بدهم مش يغيرونه ليه؟ زي جامعة وزي التوجيه، يعني فيش ولا حدا بيستفيد شيء منه. إذا كان هذا التغيير هو يطرأ بإحداث
أكاديمي وتعليمي إيجابي لخدمة وتطوير مجتمع فلسطين وتحديدا طلابنا فليكن. أما إذا بيكون هو تغيير وإرباك الطالب بحاجة إلى دراسة وبحاجة تعميق وبحاجة أيضا تماشي مع الواقع الفلسطيني الأكاديمي. نحقق هناك كثير ورد على ما سمعنا أنه سيكون هناك فصل أو فصلين، وأحيانا بيقولوا السنتين القادمات حيكون الأول ثانوي عفوا ثاني ثانوي مع التوجيه او اول ثانوي مع ثاني ثانوي حيكون هو سنتين متداخلات في بعض، واحيانا بيقولوا سيكون هناك التعليم اللي هو المدرسي والغاء التوجيهي. هذا الشيء بربك الطالب وبربك ايضا الاهالي. اذا بكون المنهاج لصالح الطلاب احسن، لو كان صعب لو كان بسهوله لو كان بايش ما يكون، المهم الشباب عندنا والاطفال والصغار اللي عندنا يستوعبوا عشان بكره في المستقبل لما يخشوا على جامعات بالدول الخارج يعرف يتعامل ويعرف يجاوب ويعرف يتماشى مع الدكاتره ومع المعلمين اللي عنده. إذا مشاهدينا مثل ما شاهدنا آراء الشارع الفلسطيني في موضوع حلقتنا لليوم عن تغيير المنهاج الفلسطيني، نعود معكم ضيوفي الكرام، ما رأيكم بتقرير الشارع لليوم ليالي؟ بدي أحكي إنه أكثر إشي لفت انتباهي الولد الصغير لما حكى. هلا كثير كان منفعل بالموضوع. خطر لي إنه لما نشوف الأولاد صف أول وثاني حاملين شنطات مش قادرين يحملوها، نعم. بجروها جرع على الارض، طب ايش بعطوهم يعني؟ 12 او 11 مبحث هذول عندهم 12 ماده، شو 12 ماده هذول الاولاد الصغار بدهم فيها؟ ليه كثره المواد؟ ليه؟ عشان لما نحكي لك بدناش السرد، بدناش طريقه الحفظ، من صف اول وصف ثاني بيكونوا مش حاملين مش قادرين يحملوا الشنطه، كيف هذول بدهم يحبوا المدرسه؟ مع انه بتشوفي الولد بصف اول اول ما يروح انه مكيف بدي اروح على المدرسه، نعم. اسبوع بكره المدرسه، طبعا للتوجيه بضل الكره هذا سائد. فبدي احكي عنه انه النظام التعليمي زي ما سمعت من الكل، اول شيء انه صعب انه يتحول بيوم وليله، طبعا اكيد مش بيوم مش توجيهي مثلا، نعم. لا احنا صرنا متطورين مثلا هيك لا بس انه برضه لما تيجي بدك تحكي انه لو يبلشوا بشكل تدريجي من هون لثلاث اربع سنوات او ممكن نوصل للهدف اللي بدنا اياه وراح يتغير النظام التعليمي، نعم. كان كمان من الكومنتات انه من الكومنتات على على تقرير الشارع انه اللي حكت انه حلو التغيير انه نغير بس نغير او انه ممكن يكون اصعب او اسهل. اللي بدي احكي فيه لو كان النظام اللي بنحكي عنه اصعب هو رح يفتح مدارك للطلاب وقدراتهم ايش ما كان، يعني انت لما تتعاملي مع واحد بشكل حواري او انت مثلا سياسه الامتحان الكتاب المفتوح مثلا ليش مش موجود عندنا بالمدارس؟ طب امتحان بيتي ما في، طب ليه ما في هيك شغلات بالمدارس عندنا؟ يعني هاي الشغلات هي بحد ذاتها مع انها هي اساليب مستخدمه هي الاساليب موجود يعني موجود كثير واثبتت جدارتها كمان، مظبوط صحيح. فليه هاي الشغلات مش موجوده عندنا؟ يعني ممكن تحكي هذا الشيء صعب، لا مش صعب، بالعكس راح يتفاعل مع الطالب اكثر، راح يحب المدرسه اكثر، نعم. وحيحضر للواجب بشكل اكثر ويحفظ بشكل اكثر هيك. اكيد. رامي رايك بما شاهدناه؟ أنا برأيي إنه فيش إشي طبعاً بتغير بالدنيا كلياته مرة واحدة فجأة هيك، كل إشي بصير تدريجياً، ولو إنه لقينا إنه هذا النظام إنه مش أحسن من النظام القديم الموجود كان ما تمش التغيير أصلاً وما تمش دراسته ما تم هذا النظام أجا لوجد ليعالج المشاكل والمشكلات الموجودة في الأنظمة السابقة في النظام القديم، يعني درسوا أنظمة ونماذج موجودة في دول ناجحة علميا ومتقدمة علميا علشان أنه نطبقه ونطوعه لعنا هذا النظام أساس نعالج المشاكل الموجودة عنا ونفعل مجالات عنا مهمشة مثل المجالات التقنية المجالات المهنية حتى الكادر التعليمي، انه احنا ما بنعيب على الكادر التعليمي، الكادر التعليمي كل احترام له بس برضه في عنده نقص في عنده تقصير في بحاجه لاشياء انه ننمي له اياها، مثلا بنلاقي استاذ رياضيات او محاسبه مثلا عنده ماده يعطيها تعتمد على الكمبيوتر او على برنامج تكنولوجي وهو اصلا ما لهش دخل في التكنولوجيا الاستاذ، درس بس ماده موجوده في الجامعه بتخص المحاسبه او بتخص التخصص اللي هو بدرسه وما عندوش درايه تكنولوجيه كافيه انه يعطي هاي البرامج ويوصل الفكره بصوره صحيحه للطلاب. يعني اغلب اللي شاهدناه في التقرير انهم هم مع تغيير المنهاج الفلسطيني ليالي، على عكس انه البعض بيحكي انه منهاجنا الفلسطيني هو منهاج سليم 100% او 90%، ولكن يعني اغلب الاراء جاءت انه نعم احنا مع تغيير المنهاج الفلسطيني. طبعا الكل مع، حتى بدي احكي لك شغله اللي بيحكي لك انه مثلا بتوجهوا للتقني التعليم التقني، نعم. انا بدي احكي عن جامعه خضوري تركرام، نعم. من ثلاث سنوات نزلت
تخصص اسمه إدارة صناعية. إدارة صناعية. بعد ما خرجوا الفوج الأول الفوج الثاني قالوا لهم ما في الوظائف. طب نعم. عملتوا مبسوطين ونفس التخصص يعني. تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات كمان هيهم بتخرجوا افواج وما في له كمان يعني لو حتى بدنا شيء تقني بدنا نتوجه لشيء تقني بدنا اياه يتناسب ويتوائم مع سوق العمل فاحنا ما بدنا انه شيء هيك خلاص يعني بس احنا بدنا دراسه نعملوا دراسه مسحيه لشو بتطلب بسوق العمل شو في بدنا تخصصات جديده عشان يتوجه التعليم كلياته لهذا الاتجاه نعم طيب اذا ما هي مقترحاتنا والياتنا ممكن انه نحن نتخذها لحتى نشكل نظام تعليمي بيحاكي تطلعات شبابنا الفلسطيني ضمن ما يصير حوالينا من ثورات تعليمية ومعرفية رامي أول إشي أنه النقطة الأساسية لتحويل النظام وللقيام بالثورة العلمية هذه أنه نحول النظام من نظام بنكي يتعامل مع الطالب كبنك يودع فيه المعلومات إلى نظام حواري علشان ننمي القدرات التفاعلية للطالب عشان ننمي قدراته ننمي ذاكرته يصير الطالب مش بس للحفظ يصير الطالب يفهم أكثر من ما يحفظ يكون عنده كيف وليس كم مش يكون عنده بس كمية كتب محشية في معلومات نعم. ما بيعرف إيش هي لا يكون عارف إيش هذا وليش هو ويفهم المعلومة فهم يتفاعل معها بطريقة تفاعلية هاي النقطة الأولى النقطة الثانية أنه نفعل النظام التكنولوجي عندنا بزيادة حتى أنه بتحكوا أنه الإدارة الصناعية والإدارة التكنولوجية ما إلها وظائف ليش ما إلها وظائف لأنه حتى لما درسناها ما أخذناها بصورة أن نكون جاهزين لسوق العمل اللي موجود اللي بيطلبه يعني بتلاقي نظري مش تطبيقي نظري مش تطبيقي نظري بحته يعني بتلاقي الطالب دارس مادة برمجة دارسها حفظ فحافظها حفظ لمادة البرمجة ما بيعرف لإيش هي ما بيعرف إيش المعلومات اللي بتحتويها بصورة صحيحة نعم ليالي المدة الزمنية اللي تم طرحها من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة المسيرة التعليمية 5 سنين أو 6 سنين هل هي مدة كافية أو إنه نعتبر إنه هو تغيير فجائي وكأننا عم ننقلب على المنهج الحالي لا أنا بنظري إنه من 2015 2019 هي مدة كافية إذا كان فيها التغيير بشكل تدريجي سلس فبهيك طريقة لا بالعكس أصلاً رح يتعود هم رح يكونوا عارفين الناس متابعين أنا بدي أحكي إنه المنظور الشعبي هلأ بهاي الأوقات الرقابي المنظور الشعبي الرقابي هيكون أكثر دقة على أي تغييرات حتى حتحصل بالمنهاج مش تطفل لا بالعكس لأنهم غيرة على الوطن وعلى حسن جودة الأداء نعم. طبعا فلهيك أنا بدي أحكي فيه أنه التغيير لازم يكون بشكل سلس وتدريجي نعم سريعا رامي أهم توصياتنا للمجتمع الفلسطيني اللي عم ينتظر منهاجنا الجديد أنا توصياتي للمجتمع الفلسطيني أنه ما تعتمد على المدرسة كالأهل بالبيت لهم وظيفة برضو مكملة للمدرسة ما تعتمد على المدرسة تكون هي أنها تقوم بالدور الأول والأخير في المجال التعليمي لا برضو الأهل لهم دورهم أكيد. والطالب له دوره يعني يقع المسؤولية على عاتق الجميع في الثورة التعليمية لازم برضو يعني الأهل يكون دورهم لهم دور مكمل للأستاذ يكون في واجبات للطالب في امور يدرسها الطالب في البيت كمان نعم ليالي سريعا ايضا توصياتك انا بدي احكي انه توصياتي انه كل شاب او اي فرد بالمجتمع هو لازم يكون مهتم بهذا الموضوع لانه هو ما بهم بس طالب او طالبين لا هو بهم أكيد. المجتمع ككل بدي انه يكون في تعاون تقاطع القطاعات المجتمعيه جميعها المؤسسات التعليميه بجميع تصنيفاتها وانها تكون كلها مبادره للاقتراحات جديده او انها تتبع الاقتراحات او اي شيء توصيات موجوده وانها تتبع فيها لانه هذا الشيء بخص المجتمع ككل ما بخص فرد او طالب او شريحه بمفردها نعم اذا مشاهدينا الكرام في نهايه حلقتنا لهذا اليوم اتقدم الشكر الجزيل لضيوفي في الاستوديو الناشط الشبابي رامي عمار وايضا النشطه الشبابيه ليالي البدوي وايضا لكم مشاهدينا ولكن انه هاي الحلقه جاءت في سياق ما تضمن الاعلام من لجنه من متابعات لتوصيات وتقرير لجنه وطنيه متابعه المسيره التعليميه اكيد ما هي بتهاجم الكادر التعليمي والاداري وايضا كل تحيه لكادرنا التعليمي والاداري وايضا لكم مشاهدينا ومن شاركنا هاتفيا ليكم مشاهدينا اعزائي الحسن المتابعه وعلى امل اللقاء فيكم في حلقات قادمه تصبحون على وطن